قفك إلهي سبحانه وتعالى وأبوري وأرزاقه وملكي أوله وإنه أشقي يفري عدك لعمل كي يشقدي سيا الشرك سميا ساسوك دقيا يهب الرسول عليه الصلاة والسلام فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك واركي نبا رالك النقونية إنه أدون كي تصيد عن نقبه إن أدون كي سوء الشقية وخرات كي يوحي وصو صاري عدك لو جي. وفي رواية ابن خزيمة فإن الله خلقكم ورزقكم فلا تشركوا به شيئا وعلى رسولك عليه الصلاة والسلام إلهي سبحانه وتعالى إساق آياء إذن أبو ربي وريحي بن زكريا إساق آياء إذن أرزاقه فلا تشركوا به شيئا حق ماها ضون ماها حق أولي عدك لين أقسيسان واتا كلمة كوان كلمة اللبات وإن الله أمركم بالصلاة إلهي سبحانه وتعالى وحيد فري صلاة إن أدوكتان وأد قدان فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت إي مركا تكنيسان التفات كامد يا مرشد اسكيل علي قلبي حق الهي وتشيدي وملك له وتشيدين وتشيجينا يحبنه نودنا حق قبلته وتشيدي ودنا عندنا كلا وتشيسنينا وهي الهي سبحانه وتعالى ادونكم مركا صلاه او غلو ربي وتشيجي سو قابل سيا الهي سبحانه وتعالى لا يزال مقبلا على عبده بوجهه كما سولايو إنه وجهيسا كقابل أدون كيس ما لم يلتفت إنت أنا أدونك الديمون فإذا أعرض العبد أعرض الله عنه أدونك مركو تشيستو إلهينا سبحانه وتعالى وكتشيستا كلمة صدحات وأمركم بالصيام وحان ذن فري أبو الصوق فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك صوم كتساليس وحو كدغن يحي سدا نين لا سعد عصابه جماعه من الناس كوحده كم اذا يلا سعدا وحنكاس وستا صرة كيش فيها مسك وحا اوو جيره كيشكا مسكي مسكي هو سيد الطيب واذقا نوع اسريه او قيمه بدن فكلهم يعجب أو يعجبه ريحها تدك الله صعدو دمي وحا يتعلي سنيان وأي كهليان رايح هذا إيو أدق وناكسا مسكي وسيتا أوليه وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك أفك صوما عن رايح هذا كصوب حيسا وحي كود قونتهاي إلهي أكتيسة رايح هذا مسك بني آدم كسيدا يوتعليه كلمة دا أفراد وآمركم بالصدقة وحالذين فري أبوري الصدقة دا. فإن مثل ذلك كمثل رجل أصاره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه وحالصدقة دا إكاد أنت أمت ساله دو يهي سيدي إن عدو قيسي وقفا شيء ومحبوس وآه قعنتي سي قورتي سي اسكو حرين وأوحل حرين ننكاس معنى اسم الدفاعي كرو وحين ننكا أوصو صارين سي قورتي وقتران فقال أنا أفديه منكم بالقليل والكثير ففدى نفسه منهم وحاويري وحان ننكا قفرنا يا ننكا حوله قوردن القليل والكثير إن طلبتم القليل أعطيتكم وإن طلبتم الكثير دفعته لكم داد حول بدن دونتان سياد نين كانوا ديسان فرشدي سياد كحدان وان دين سين دونا داد حول ير دونتان وان دين سين دونا ساس ايا نفتي سوك غفرت أرنت الشناق وأمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا وحان ذي انفري يا إلهي نتحستان سبحانه وتعالى بالقلب واللسان والجوارح
قلبك يا عربك يا حبناها انت وين تكحستان ذكر جنات صاليس وحكدي جاي هاي سيدي نين عدوك وكرات شوكو عدوك برادينية صراعا ولبعدوك آد بودك دقيا وديرينية هذو الصراع هذا أردك بحث عدوك أردك ما بحثا كرو حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم يدو عدوك وصوبة قالي لها أيانيك سواحا أويمي بفايس يقل عاد آدي آدو آدك وعيدة قشان لقاري كرين وان لقال صوبحي كرين هالكاس ايا نفتي سيو كحفري وعادوغا وكاق إلالي كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله سيدا صوكلا سيدا ننكاسي عادوغا أنو سيكرا كاق بحسن كرين وفايس كاادك انو كقل موياني الدون كنا الدون كمسلم كاي شيطان كنفتي سكما إلالين كرو ودفايسو كغا إلالين كرا مجيرو إلا إلهي سبحانه وتعالى حسكيسا إنو كد دالو أو فربضي موياني هذه كلمات خمس وشنك المدود ومع كل كلمة مثل مضروب كلمة كستنوحة لصعدة تصالي رسولك عليه الصلاة والسلام أما بس نبي الله يحيى بن زكريا قوم كيسا وقلت ساليي سوف أمسيك المدني قيمها إلى ذا ولهذا أي الإمام الترمذي رحمه الله وحديث كان وكوكياني في كتاب الأمثال كتابك سننتي سكمدة وكوش يقع الأمثال عنا تصالياش عنا الشيك الشيك لا تصال الله قبل جاي وحاوكس أروري في باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة فذكر هذا الحديث بابك وحاكس أروري صلاة وحا تصالوا هي الصومك هي الصدقة ده.